اوصو تاج لك اوصو بس بس اوصو يا تاج اوصو لك لا 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 يا تاج لا 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 ليش هيك عملتي يا تاج شو هالصفقة الفاشلة هي يا ترى منطقي هالحكي خلونا نحكي عن هذا المشهد يلي هو من أحلى مشاهد المسلسل بس بالأول تحذير راح أحرق لك أخته لهذا المشهد من مسلسل تاج من إنتاج هاي السنة هذا المسلسل معمول بإتقان جيد لدرجة أنه الواحد فيه يحلل بعض المشاهد ويحكي بتفاصيل ولو كان مسلسل تاني من المسلسلات الرمضانية ما كان في داعي حتى نحكي فيه بالبداية اللي صار قبل المشهد وباختصار الفرنسيين اعتقلوا صبحي يلي هو من مجموعة تاج واصحابه يلي بدورهم خطفوا ابن الكولونيل الفرنسي لحتى يبادلوا معه صبحي تمام؟ وين راح تصير صفقة التبادل؟ ما حدا حكي اسم المنطقة بالمسلسل بس أحداث المسلسل كلها ياتها بتصير داخل العاصمة دمشق يعني المفروض يكون مكان صفقة قريب يعني حوالي دمشق يعني مثلا الغوطة ما يعرف بريف دمشق اليوم طيب خلونا نطلع على الطبيعة هاي الصحراء طيب ماشي اليوم في هيك أماكن حوالي دمشق بس المسلسل بال 1940 إنه يمكن كان في شوية شجر بس لحظة شوي عصيرة الصحراء هاد المنظر بذكرني بشي بيذكرني بشي Breaking Bad مسلسل الأمريكي المعروف نفس الصورة نسخ لصق وعلى فكرة هذا مو هو التفصيل الوحيد بالمسلسل يلي مسروق منسوخ عن Breaking Bad بأول كل حلقة من مسلسل تاج في مشهد صغير بيفشيلك شو راح يصير بهاي الحلقة أو شو ممكن يصير تماما مثل بريكنج باد طيب مو مشكلة اصلا السرقة مو عيب او الانسبيريشن مو عيب ركز معي هني رح يلتقوا بالصحراء طيب انا ما فهمت ليش الكولونيل ما جاب له شي 17 دبابة وراح على الصحراء وحاصر تاج ومجموعته وخلاهم غصبا عنهم يتركوا الاسير تبعهم ما في اي شي بيمنعه لانه ما في اي حماية لهي الصفقة والله طلع الكولونيل بني ادم طيب ما علينا كله تمام الكل التزموا بالصفقة وتقريبا تم التبادل بس فجأة جحش الكولونيل وقوص الأسير تبعه صبحي ستوب بهالحركة الغبية الكولونيل حرق ورقة الضغط تبعه بهي الصفقة وتاج ضل معه الأسير تبعه وحط مسدسه براسه ممكن بأي لحظة يقتله بس هو كمان قدام ثلاث ضباط فرنسيين مفروض يكونوا كلهم خبرة بالرماية وواحد منهم كولونيل يا الزلمة يعني برفة عين ممكن يخنصوا الواحد بهيك حالة ما فيه يتحرك محله بس تاج هاي الفتلة لحالة كان جابوا فيها يعني ما بعرف أنا شخصيا حبيت المشهد كتير بس ما انبلع معي مع هيك على كل هذا كل شيء رح احكي عن هذا المشهد بس قريبا بس خلص المسلسل كله رح اعمل تقييم كامل للمسلسل بشوفكن ولك شاركوا لك شاركوا لك باي